الدورة الثالثة ديال المبادرة ديال لايتكس هي تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة نصره الله، ويعني كتنظم سو ليجيد رعاية ديال الوزارة الوصية. هي أول نوبة هذا اللقاء كيوقع في الرباط. علاش الرباط؟ لأن بغينا نتقربوا يعني الإدارات والقطاع العام اللي هو محتاج بزاف يعني الوسائل الإعلام ولي سوليسيون ديال التكنولوجيا الحديثة باش يفعل المرسوم ديال الخطابات ديال صاحب الجلالة اللي كتقول بأن خصنا نحسنوا الخدمات للمواطن باستعمال التكنولوجيا الحديثة. واخر الخطاب ديالو تكلم على الادارات اللي يعني خاصها تتكلم يعني تكون واحد التواصل ما بين الادارات باش ما يبقاش يعني المواطن تيجي يطلبوا ليه الورقه من هذه الاداره ومن هذه الاداره. اذا كاينين حلول التكنولوجيا الحديثه وحنا جينا يعني نربط باش نبينوا هذه الحلول. ثانيا جينا يعني هذه الدوره هذه كتعرف لاول نوبه واحد فيلاج دينوفاسيون يعني قرية الابتكار اللي كتجمع أكثر من 100 مقاولة شابة يعني دي ستارت اب اللي جاوا باش يعرضوا يعني الافكار اللي عندهم ديال الابتكاريه. وايضا عرضنا على يعني على الابناك والشركات الكبار باش يتسنتوا لهاد لي ستارت اب وفي الامل ان شاء الله باش يوليو زبائن وباش يعني هاد الحلول ديال هاد لي ستارت اب تبناها الشركات الكبرى. واول يعني اول مره في المغرب كنستقبلوا بيبر اللي هو روبو جابوني اللي كيتكلم 99 لغة. هو اللي حصل له الشرف باش قدم يعني الابتكار ولو فيلاج دينوفاسيون للوزراء. هاد السنة هادي استقبلنا يعني جوج دول، يعني عندنا 15 دول من افريقيا، ولكن كانوا جوج دول شرف اللي هما لو بينا ولرواندا. لان بالنسبة لنا رواندا نموذج بالنسبة لاستعمال التكنولوجيا الحديثة، كانت استراتيجية اللي سهر عليها الرئيس ديال البلاد واللي نجحت واللي دابا ولات رواندا كنعيطوا لها هي سنغافور ديال افريقيا. وكنتمناو حنا كان يعني كان عندنا زوار كثار هذا الصباح، يعني كثار من يعني المساحه اللي عندنا باش نستقبلوهم. وكنتمناو ان شاء الله باش تبقى في هاد اليومين هادي يعني يكونوا الزوار علينا كثار.